السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، وسيكون شيق لبعض الإخوة والأخوات فيما يخص غيار الريش. بعض الإخوان والأخوات سألوني على شيء، وهو هل عند فترة غيار الريش أستطيع أن أنظف أرضية القفص أو إخراجه للتشميس أو لا؟ إذا صديقي العزيز، ما عليك إلا اتباع مواضيعي فتنجح ب كما نقول احنا نجاح تام ما شاء الله. كما راكم تشوفوا راهو يتعارك بهز قطعة الفلفل ما شاء الله في صراع معها. كما قلت لكم إخواني أخواتي، العصفور تاعك كما ترون في أرضية القفص عندي، كل يومين في أسبوع أو يوم في الأسبوع، يعني مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، أقوم بتنظيف أرضية القفص للعصفور. لماذا؟ لأن كثرة الفضلات المتراكمة في أرضية القفص تؤدي بعصفورك أثناء فترة غيار الريش، مع أنه منهك من فترة غيار الريش، أيضا سيمرض لك بأمراض جراء الفضلات المتراكمة في أرضية القفص، منها البكتيريا والعدوى البكتيرية والفيروسات، لأن العصفور ينام في القفص ويشتم تلك الفضلات، تكون رائحتها كريهة ونتنة، وتؤدي به إلى أمراض ربما الربو يعني لازم، أو يمرض من تلك الفضلات بمرض الجدري وعدة أشياء أخرى، تخرج عليها عدة أشياء أخرى. فليس عيب أخي المشاهد أن تحمل القفص ببطء مرة في الأسبوع، وتنظف كما ترون هنا أرضية القفص نظيفة جدا، تنظف أرضية القفص لكي يكون العصفور في غيار الريش في راحة تامة. أيضا إخواني أخواتي، العصفور تاعك ما لازمش يغير في فترة غيار الريش ويكون موضوع في الرطوبة بكثرة، لأن الرطوبة بكثرة يصبح العصفور يمرض، لأنه ينقص فيتامين كما نقول نحن تاع التشميس اللي هو فيتامين دي، ويصبح كثير الأمراض في غيار الريش. وإذا مرض لك العصفور في غيار الريش عندك حالتين، يبقى حصل لك في غيار الريش يغير يطيح يعاود يطلع يطيح يعاود يطلع، أو عندما يمرض العصفور بضربات الريح والأمراض التنفسية وما شابه، سيكثر عليه المشكل في غيار الريش وسيطول لك لمدة 6 أشهر في غيار الريش. فلذا عزيزي المشاهد، ينصح نصيحة من عند أخوكم جلال، أنا في غيار الريش أخرج عصفوري إلى الخارج عادي جدا، ولكن التشميس يكون في حدود وأوقات منتظمة لكي لا يتأذى لك العصفور. تخرج عصفورك للتشميس صباحا باكرا، مثلا إذا أخرجته صباحا باكرا مع طلوع الشمس الخفيفة، مثلا تستطيع تخليه حتى نصف ساعة في التشميس لأنه التشميس غير قوي. إذا أخرجته مثلا للتشميس في منتصف النهار أو 11 صباحا، فيكتفي بالتشميس لمدة 10 دقائق أو على الأقل ربع ساعة. لو شفت العصفور تاعك يهرب في أرضية القفص للظل أو ما شابه، انزعه مباشرة، لأنه هناك عدة عصافير عندما تغير الريش تكتفي ب10 دقائق من التشميس، لا تحب التشميس كثيرا من أجل جمال ريشها ويكون الريش داكن. مثلا يعود العصفور تاعك يغير في التحنية الحمراء، ما يحبش يتشمس كثيرا لأنها تؤذيه، وهناك عدة أشياء لم نكتشفها إلى يومنا هذا. أيضا إخواني أخواتي، اللي ما شمسش العصفور تاعه خدام وما شابه، يشمس العصفور تاعه مساء، كي تبدأ تروح الشمس مساء تستطيع تشميس عصفورك لعشر دقائق أو ربع ساعة مع الاستحمام، تستطيع وضع الاستحمام للعصفور تاعك، فهو جيد جدا من أجل غيار الريش. أيضا إخواني أخواتي، سقساوني عليها برشا ناس، الإنسان اللي يحب يدخل غيار العصفور تاعه في غيار الريش في الوقت المناسب، به يخرجوا في فصلة الربيع في وقت المناسب، لديك حلين فقط، تشتري له طبرنيل ميداء سيسقط الريش ويعاود يطلع لك الريش، ميداء أيضا العصفور تاعو اللي حاصل في غيار الريش يسقط ويطلع يسقط ويطلع، تعطيها الميداء طبرنيل ميداء تهبط له الريش وتعاود تطلعه له نهائيا. أيضا تستطيع شراء أي دواء خاص في بلدك، إذا لم توفر طبرنيل ميداء تبحث عن دواء لغيار الريش مكتوب عليه يساعد في غيار الريش أو العصفور الحاصل في غيار الريش، تستعمل له ذلك الدواء فيغير لك بكل راحة تامة وبدقة. فهمنا خوتنا العزيز؟ أيضا
لي ما يحبش يستعمل الدواء من أجل غيار الريش، فلديك حل واحد وهو حل طبيعي، أنك تفسد للعصفور تاعك الوقت تاعه تاع النوم وتاع النهوض. يعني مثلا العصفور تاعك يرقد في الليل على 6 تاع العشية كل يوم، حاول أنك ترقده على 9 ليلا، ومثلا ينوض باكرا على 6، حاول أنك تخلي له قطعة قماش فوق القفص إلى الساعة 9 صباحا أو 10 صباحا، واليوم الموالي تزيد تستبدل الأوقات، تبقى غير تستبدل الأوقات وما تخرجش العصفور تاعك، تخليه بقطعة قماش من الفوق، سيدخل في غيار الريش. كان معكم أخوكم جلال، لا تنسى إهمال عصافيرك من أجل بناء عصفور. كما ترون ما شاء الله هذا عنده شهرين فقط ملي غير الريش، رمى الريش وعاود طلع الريش، مازالت التحنية الحمراء ما خدمهاش مليح، مازالت بعض الصفات ما خدمهاش مليح. انتظروني في موضوع آخر إن شاء الله، ولكم الإفادة. سلام.